يبدو أن ترامب لم يكتفي بالهجوم على النائبات الديمقراطيات الأربع بالكونغرس الأمريكي يوم الأحد الماضي، فعاود الهجوم عليهن مرة أخرى قائلاً: إذا لم تكن سعيداً في الولايات المتحدة، وإذا كنت تشتكي طيلة الوقت، فتستطيع ببساطة أن ترحل. ومن وجهة نظره، فإن تصريحاته ضد النائبات ليست عنصرية، وهذا أغضب الديمقراطيين وتحركوا لإدانته في مجلس النواب. صحيح أن ترامب لم يذكر أسماء النائبات الأربع، إلا أنه كان يشير إلى ألكساندرا أوكاسيا بذات الأصول اللاتينية، وإلهان عمر صومالية الأصل، وإيانا بريسلي ذات الأصول الإفريقية، بالإضافة إلى راشيدة طليب فلسطينية الأصل. هذه التغريدة التي ألقاها ترامب في وجه النائبات الأربع التي يعرفن في الكونغرس باسم الفريق، جاءت بعد تغريدة سابقة له قال فيها: ينبغي أن يعودن إلى بلادهن المنهارة والغارقة في الجريمة، وكل هذا بسبب انتقادهن لسياسة ترامب بشأن الهجرة. ويرى ترامب أن النائبات الأربع عدوات للسامية بعد تصريحاتهن بأن إدارة ترامب تخضع للوبي اليهودي المساند لإسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية، فطلب منهن الاعتذار لدولة الاحتلال الإسرائيلي. النائبات الأربع لم يقفن صامتات أمام أسهم ترامب العدائية، وعقدن مؤتمراً صحفياً للرد عليه بعد أن طلب منهن مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت إلهان عمر إن ترامب قام بهجوم عنصري صارخ على أربع نائبات من ذوي البشرة السمراء، مشيرة إلى أن هذه هي أجندة القوميين البيض. وكررت إلهان عمر ورشيدة طليب دعواتهما لمحاسبة ترامب وعزله. على تويتر تعرض ترامب لهجوم حاد بسبب تصريحاته العنصرية ضد النائبات الأربع، وتم إطلاق هاشتاغ The Squad بمعنى الفريق كنوع من الدعم لهن. واعتبر المغردون أن النائبات هن المثال الحقيقي للتنوع الأمريكي. وفي تحد قوي لترامب، بدأت العديد من السيدات إعلان انضمامهن لهذا الفريق ضد عنصرية ترامب. هذه الأحداث دفعت المغردين لعمل مقارنات بين ترامب والرئيس السابق أوباما عبر هاشتاغ أوباما was better at، ومن خلاله عدد المغردون المواقف الإيجابية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. فهناك من يراه مثالاً لتنوع الثقافة الأمريكية، وأنه كان قادراً على الوقوف ضد بوتين بخلاف ترامب، وأن أوباما كان يحترم الجميع واستطاع أن يلهم الشباب، فيما غرد البعض ساخراً بأن أوباما استطاع أن يرسم البسمة على وجه ميلانيا ترامب. ربما يستمر ترامب في الهجوم على النائبات الأربع صاحبات البشرة السمراء لأن تويتر لا يريد أن يحظر حساب ترامب برغم انتهاكه أحد أهم قواعد المنصة، وهو إيذاء الآخر ونشر الكراهية والتعصب والعنصرية. وبالتالي ترامب مستمر في بث سمومه على أهم منصة اجتماعية يستخدمها السياسيون حول العالم في الوقت الحالي.